إذن معنا في هذه الأثناء نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا، ودعينا نتحدث عن مؤشر الدولار الأمريكي الذي انخفض بالقرب من مستويات 101 نقطة. كيف نرى تحركات الدولار برأيك؟ هل سيعود ويعاود الارتفاع؟ أهلا بكم. نرى ونشهد الدولار الأمريكي الآن في اتجاه هابط، وذلك يعني من السياسة النقدية التي نشهدها. ستنخفض وتيرة السياسة النقدية بنسبة 0.25 basis points أو 25 نقطة أساس، لذلك نشهد ضغوطات على الدولار الأمريكي، وأيضا نشهد ارتفاعات على الذهب كملاذ آمن، يعني أيضا مع افتتاحات الصين، و يعني نشهد أن الذهب اخترق مستويات 1900، وأيضا اليوم كان سيخترق مستويات 1933 دولار للأونصة، ولكنه الآن يشهد بعض التراجع، ولكنه يعني في in general سنرى أن ممكن أن يخترق أيضا مستويات 1930 و 1945. فيعني الزخم أو الطلب على مستوى الذهب أعلى، لذلك نشهد ضغوطات على الدولار الأمريكي بسبب السياسة النقدية التي نشهدها الآن وتوقعاتنا لهذه السنة للدولار الأمريكي، ولذلك سنشهد أيضا ممكن دون مستويات 100 مع تباطؤ الوتيرة للسياسة النقدية من أمريكا. نعم نادية، خلال الأسابيع الماضية شهدنا عودة الانفتاح في الاقتصاد الصيني، وكانت محركة هذه عودة الانفتاح كان محرك للمشهد في الأسواق العالمية. برأيك هذا الأسبوع أيضا نتابع بيانات الناتج المحلي، بيانات مبيعات التجزئة من الاقتصاد الصيني، كيف تقرأين وتوقعاتك لهذه البيانات؟ سوف نشهد تباطؤ ملحوظ يعني من قبل بيانات الصين، خصوصا الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يشهد انخفاضا ملحوظا. نعم نمو إلى 1.6%، لكنه انخفاضا من 3.9% الذي شهدناه العام الماضي. وأيضا مبيعات التجزئة أيضا ستشهد يعني انخفاض ملحوظ، طبعا بسبب الإغلاقات التي يعني كانت مدتها سنتين أو أكثر، ويعني نوعا ما الإيكونوميك يعني موفمنت كانت بسيطة جدا compared أو يعني compared للاقتصاد، يعني مقارنة للاقتصادات الأخرى يعني مثل أمريكا وإنجلترا وأيضا يعني اليابان. فلذلك سنشهد الآن يعني تباطؤ ملحوظ في هذه البيانات، وأيضا أن الزيرو كوفيد بوليسي يعني خلاص انتهت، وسنشهد هذا ينعكس على الصين. ولكن التوقعات للسنة 2023 فهي يعني مرتفعة أو إيجابية نوعا ما بسبب انتهاء هذه الكوفيد زيرو بوليسي. نعم، على ذكر اليابان نادية، المستثمرون ينتظروا اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان واللي حتستمر يومين الأربعاء، وسط تكهنات بأنه قد يقوم بإجراء المزيد من التعديلات في سياسة التحكم في منح العائد. ما هي التوقعات لتغيير سياسته النقدية؟ بنك اليابان هو كان الوحيد اللي هو يعني ينحني الى الالترا ايزنج بوليسي التي ساهمت في انخفاض الين الياباني 12% يعني العام الماضي، ولكن بعد تدخل البنك الياباني في تعديل هذا المنحني للعوائد ال 10 year yield curve شهدنا ان استمر او استقر نوعا ما الين الياباني 6% من ال 12% الذي كان منخفضا بها السنة الماضية. لذلك
يعني يضغط المستثمرون على البنك الياباني أن ينهي المطاف لهذه الألترا إيزينج بوليسي، وأن نرى أن سيكون في تعديلات في هذه منحنى العوائد. فسنشهد أن الين الياباني أوريدي نشهده في ارتفاعات إلى 1.27 مقابل الدولار الأمريكي، وبعد تدخلات البنك الياباني أيضا سنشهد المزيد من هذه الارتفاعات. نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.